نطوف من خلاله على أبرز حملات مواقع التواصل الاجتماعي، نرصد التفاعلات، نجمعها ونناقشها. البداية بالعناوين. يا أبناء الشعب اليمني العظيم، في ذكراها 59 إطلالة على أهم مراحل ثورة 26 من سبتمبر. يحاصر المطار ويمنع تفتيش السفن، الانتقالي المدعوم من الإمارات يعبث بجزيرة سقطرى. ما الذي ينتظر المهرة بعد اجتماع عبد الله بن عفرار بعيدروس الزبيدي؟ أهلا بكم. بعد سلسلة من المحاولات والتضحيات، أسقط اليمنيون نظام الحكم الإمامي وأعلنوا في 26 من سبتمبر قيام الجمهورية اليمنية. حاولوا فعل ذلك عام 48، حاولوا عام 55، عام 61. كل هذه المحاولات التي لم تحقق نتيجة في وقتها ساهمت، يقول مؤرخون، في تراكم وعي ثوري مهد فيما بعد لقيام الثورة. لماذا قامت الثورة؟ يجيب الزبيري في هذا التسجيل الصوتي. لماذا كرهنا بيت حميد الدين؟ ما كرهناهم لأنهم يلبسون ملابس معينة، ولا كرهناهم لأن أسمائهم فلان وفلان، ولا كرهناهم لطولهم أو عرضهم، ولا كرهناهم لأننا نريد أن نظلمهم أبدا. كرهناهم لأنهم يريدون أن يملكوا ركابنا كلنا. هي عائلة واحدة في اليمن، عائلة واحدة تريد تملك ركابنا كلنا؟ هل احنا عبيد؟ خلقنا الله عبيد او خلقنا احرار؟ الله خلقنا احرار، احنا رفضنا ان نكون عبيدا لهم. لا فرق بيننا وبينهم ابدا، ولا بيننا وبين احد. هذه هي معنى الجمهورية. قبل أشهر من قيام الثورة اليمنية، تحديدا في ديسمبر عام 61، كان قد تأسس ما عرف بتنظيم الضباط الأحرار، تنظيم سري ضم مجموعة من الضباط اليمنيين تعاهدوا على السير في طريق الثورة، حددوا الأهداف، كتبوا البيان وأسقطوا حكم الإمام. هذه إطلالة على أدوار التنظيم وأبرز شخوصه. في يوليو عام 1962، أي قبل شهر واحد من الثورة، جرى على متن باخرة مصرية لقاء جمع علي عبد المغني أحد أبرز الضباط الأحرار بالرئيس المصري جمال عبد الناصر. حصل عبد المغني خلال ذلك اللقاء على وعد من مصر بدعم الثوار. أرسلت مصر بالفعل جنودها لدعم الثورة والجمهورية الوليدة، وكان هذا هو رأي عبد الناصر في الإمامة والإمام. ده هو بيعتقد ان هو من عيلة مميزة، عيلة الاسياد، وبقية الناس عبيد. هل ده هو الاسلام؟ هل الاسلام قال ان تكون فيه عيلة تسود والشعب كله عبيد؟ هل الاسلام يقول ان تطلع عيلة في بلد وتحكم حكم إقطاعي
وتسف كل الفلوس، الفلوس اللي طالعه كلها بتروح للعيله، والباقي قاعدين مش لاقيين ياكلوا. هل الاسلام بيقول ان الشعب يكون كله من العبيد وتكون هناك عيلة مميزة هي اللي تاخد الدخل كله؟ ولدت الجمهورية لكنها ظلت تشتبك لسنوات في غير مكان وزمان مع بقايا الملكيين. جاء حصار 70 يوما وانتصرت الجمهورية، جاءت المصالحة الوطنية فهدأت الأمور. هكذا كانت المشاعر بعد أول يوم من الثورة. يا أبناء اليمن وصدقوا وهدوا، عاشت جمهوريتكم. بعد 7 سنوات من عودة الإمامة إلى صنعاء والانقلاب على الجمهورية، يحتفل اليمنيون الليلة بالذكرى 59 لسقوط الملكية في اليمن. هذه مدرسة نعم رسام، واحدة من أكبر المدارس في البلاد، تغني طالباتها في مشهد مهيب للوطن والثورة. تغريدات كثيرة حول الذكرى 59 للثورة اليمنية، منها ما كتبه صالح عطيف الذي يقول: لا يأس تدركه معاولنا ولا ملل انكسار، 59 سنة والشعب اليمني في مواجهة وثورة مستمرة ضد الإمامة الكهنوتية ومخلفاتها. كان الشعب ولا زال هو المنتصر، وإن أخفق حينا لكنه لم يحد عن طريق الحرية والكرامة والجمهورية الخالدة التي اختطها الثوار والمناضلون الأوائل. خالد العلواني تحدث ويقول: جاءت ثورة 26 من سبتمبر المجيدة من أجل إرساء فكرة المواطنة المتساوية، بعيدا عن جريمة الطبقية وخرافة الاصطفاء السلالي التي تريد ميليشيا الحوثي فرضها بالحديد والنار. أنور العنسي يقول: من قال إن هناك يوما آخر في حياة اليمنيين أهم من 26 ومن سبتمبر عام 1962؟ إنما هو واهم يضحك على نفسه. 26 هذا اليوم هو يوم كل الناس وليس البعض، يوم العدالة للجميع، يوم الاقتصاص من ظلم قرون للجميع من أجل تآخي الجميع ومساواتهم ببعضهم. وديع عزعزي يقول: حاولوا أن يشدونا إلى الخلف وحاولوا أن يكسرونا، ولكن وجدوا في دمائنا وأرواحنا عبق سبتمبر العظيم. سبتمبر يقول بالنسبة لهم موت وبالنسبة لنا حياة، تلك هي الحكاية باختصار. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. لكل منا رواية، وفي كل رواية حكاية، وفي كل حكاية قصة، وفي كل قصة عظة وعبرة. هذه هي حكايتي أنا علي صلاح أحمد.
مذكرات في فصول كانت وسارية المفعول. أهلا بكم من جديد. الخميس الماضي أفرغت سفينة إماراتية حمولة مجهولة في ميناء سقطرى. حاولت الأجهزة الأمنية المختصة في الميناء تفتيش السفينة، لكن ميليشيا الانتقالي بحضور القوات السعودية منعتها من ذلك. 4 حاويات أنزلت من السفينة إلى الميناء دون تفتيش. قالت مصادر صحفية بعد ذلك إن في الحمولة أجهزة عسكرية ومعدات استخباراتية. هذه هي السفينة التي جاءت إلى ميناء سقطرى وعليها الحاويات التي أنزلت إلى ميناء سقطرى، وهؤلاء هم قادة أمنيون تابعون للمجلس الانتقالي. أما المطار في سقطرى فيقترب من أن يصبح كاملا تحت سيطرة ميليشيا الانتقالي، إذ بعد منع السعودية طائرة إماراتية من الإقلاع نحو الجزيرة خرجت العناصر الموالية للمجلس الانتقالي إلى محيط المطار وطالبت بتسليم أمنه لقوات تابعة للمجلس. بعد وقت قصير سيقول رأفت الثقلي إنه اتفق مع قوات الواجب السعودية على تسليمه. ما تبقى من بعض خلايا الشرعية، وإن شاء الله الأمر حسن وحلا جذريا. وهو الآن أولا يخرج مجموعة منهم، هم طلبوا على أساس المواد حقهم تخرج كذا، قلنا ما في خروج، المتظاهرين يقولوا ما في خروج. زين 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 خلاص زين، قلنا ما في خروج، لكنهم طلبوا نص العساكر حقهم يخرجوا والدخول ممنوع. قلنا لهم يخرجوا ما عندنا مشكلة، أيوة، لكن دخول ما في دخول. وبكرة إن شاء الله نحن نجلس معهم صباح وأنتم هنا موجودين ونتفق ويتم تسليم المطار كامل لإدارة أبناء سقطرى كاملة. تتسرب سقطرى منذ وقت مبكر من يد الدولة إلى يد الميليشيا، تقف الإمارات خلف ذلك بدعمها للانتقالي والسعودية بصمتها عن أفعاله وتحركاته. تغريدات كثيرة حول الموضوع، منها ما كتبه عاطف السقطري الذي قال: عدد الفوضويين في زماننا كثير وذلك لا يبعث للدهشة. الحداثة يقول صدمت المجتمعات وجعلت منهم حالة فوضى. انظر إلى سقطرى مثلا، من كان يتوقع يوما أنها تغلي هكذا بالفوضى بهذا الشكل؟ عادل الحسن يقول: ميناء سقطرى يستقبل شحنة صواريخ وأسلحة نوعية على متن سفينة إماراتية، لكن لقتال من في سقطرى؟ يتساءل. بعد اتهامات وجهت له بالتعاون مع الإمارات وتسهيل سيطرتها على جزيرة سقطرى، عزلت قبيلة آل عفرار عبد الله بن عيسى نجل آخر سلاطين المهرة من رئاسة مجلس القبيلة، اختارت بدلا عنه محمد عبد الله آل عفرار. قالت القبيلة آنذاك إن المجلس الجديد يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار بعيدا عن الصراعات التي لا تخدم أبناء المهرة وسقطرى. عبد الله بن عفرار خرج عن الإجماع الوطني. يقول الشيخ الحريزي: الأخ عبد الله بن عيسى أو الشيخ عبد الله بن عيسى، مع احترامنا له، هو ابن السلطان نحترمه، ولكن لم يعد قائد لهذه الأمة في هذا الظرف، ونحن أبلغنا شخصيا بأن ما يقوم به في سقطرى غير شرعي وعمل مدان بكل أنواع وأشكال الإدانة. تسليم سقطرى إلى الميليشيات والاحتلال الإماراتي غير مقبول من الشيخ عبد الله بن عيسى وعوانه. في المهرة تختلف عن سقطرى، لأن سقطرى جزيرة في محيط، المهرة في البر. لا يستطيع عبد الله بن عيسى وأذنابه أن يسلموا المهرة للانتقالي اللي هي أداة بدل الإمارات السعودية.
استمر الرجل في تماهيه مع المجلس الانتقالي وأصبح واحدا من أبرز قياداته. تجلى هذا الأمر مؤخرا مع وصوله على متن طائرة إماراتية إلى عدن واجتماعه برئيس المجلس المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي. تقول المعلومات إن هدف الزيارة الترتيب لإسقاط المهرة بيد ميليشيا الانتقالي والتخطيط لنشر الفوضى في المحافظة. هذا هو عبد الله بن عفرار بعد وصوله إلى عدن مع رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ومع أيضا سالم السقطري وزير الثروة السمكية المحسوب على الانتقالي. التغريدات حول وصول هذا الرجل كثيرة، منها ما كتبه مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام إذ قال: عبد الله عيسى آل عفرار بعد أن ساهم في إسقاط سقطرى بيد ميليشيا الانتقالي يحاول إسقاط المهرة بيد الانتقالي بعد فشل كل تحركاته السابقة ووقوف السلطة المحلية وقبائل المهرة ضد كل تحركاته. بن عفرار يقول: وصل عدن للقاء قيادة الانتقالي ووضع خطط جديدة لنشر الفوضى في المهرة. عند قص شريط الافتتاح لمصنع أكسجين طبي في عدن كاد أن يتعارك اثنان من مسؤولي السلطة المحلية. وصل وكيل المحافظة محمد الشاذلي أولا قص شريط الافتتاح وألقى الكلمة نيابة عن المحافظ. مرت دقائق ثم وصل بدر معاون نائب المحافظ، استاء من بدء فعالية الافتتاح دون حضوره. جرت مشادات كلامية بينه وبين الشاذلي دفعت الأخير لمغادرة المكان، ثم أعيد الافتتاح من البداية. قص معاون الشريط وألقى الكلمة. هذه الصورة للشاذلي على يمين الصورة وهو يفتتح مصنع الأكسجين في مدينة عدن، والصورة إلى جوارها لبدر معاون نائب المحافظ وهو يفتتح المصنع مرة أخرى. حول هذا يقول مصنع الأكسجين الطبي الذي جرى افتتاحه أنشئ مؤخرا بدعم من دولة الكويت وبقدرة إنتاجية تصل إلى 300 اسطوانة في اليوم الواحد. يساعد هذا المشروع وزارة الصحة على مواجهة جائحة كورونا ويستهدف 4 محافظات: عدن، لحج، أبين، الضالع. هذه بعض الصور من داخل مقر المشروع. حول هذا الموضوع يقول أسامة سقاف: خلافات كادت تؤدي إلى الطعن بالمقصات بين وكلاء محافظة عدن بدر معاون ومحمد ناصر الشاذلي على قص شريط افتتاح مصنع الأكسجين الطبي، مما اضطر المانح الكويتي تركيب شريطين للافتتاح. بعد المحاولات الحوثية الأخيرة للتسلل إلى مديريات شبوة المحاذية للبيضاء، خرج محافظ شبوة متعهدا باستعادة ما وقع منها تحت أيدي الميليشيا. ذهب يقود المعارك على الأطراف الشمالية الغربية للمحافظة ويتقدم الصفوف، وكان ما وعد، عاد الحوثيون من حيث جاءوا. هذا واحد من أكثر المقاطع انتشارا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين. لا يوجد شيء أغلى من الوطن، والوطن تهون في سبيل التضحيات. وقدرنا وأن نقاوم مشروع الحوثي لسنوات لكي يعرف اليمنيين أن هذا المشروع الفارسي الإيراني الدخيل على الأمة العربية والإسلامية أن مشروع موت وليس مشروع حياة. والذين يهللون لانتصار الحوثي أو لتقدم الحوثي نقول لهم: سيسقيكم من نفس الكأس التي سقى منها عفاش، ولن تكونوا أوفى له من علي عبد الله صالح. ولكم عبرة في أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذي نفذ فيهم الحكم أول أمس ظلما وعدوانا وبهتانا. اطمئن أبناء شبوة أن الرجال صامدون وسيصمدون، وأن شبوة مثلما تحررت في 2015 ستتحرر مرة أخرى، وخصوصا المديريات الثلاث التي سقطت منها أجزاء، ولن يطول فرح الحوثي. نهاية هذه الحلقة من شير، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم في أمان الله.